وهنا تنبيه لأمر يفعله الكثير من الناس، وهو ما يسمى بالتعريف، وهذه بدعة لم يفعلها الصحابة، جاءت عن مكحول وغيره، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتعريف أن من لم يحج يلزم له مكانا بعد الظهر أو بعد العصر يأتي فيه بالذكر والدعاء متشبها بأهل عرفة، فلا نعلم أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يأتون بمثل هذا الأمر. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حج بالناس أبو بكر وعلي رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يؤثر عنه التعريف ولا عن أصحابه. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كثير من الناس لم يحجوا ولم يؤثر عنهم التعريف ولا أمرهم ولا حثهم عليه، وهكذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما زال الناس يحجون ويعتمرون، وليس في ذلك شيء من هذه الأمور. البدع لا تقرب إلى الله، الذي يقرب من الله عز وجل السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ.